السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم الأحد 21 من شهر مارس 2021، أهم أخبار ألمانيا. جمعت لكم مواضيع متنوعة ومتعددة، نتكلم عن الحالات، نتكلم على تحذيرات جاءت من عند السيد شولتز وزير الاقتصاد، وأيضا من عند السيد زودا حاكم مقاطعة بايرن بخصوص عطلة أوستان أصدقائي. أيضا سوف نتكلم على ما قام به أو ما قامت به المحلات الألمانية والرسالة التي كتبوها للسيدة ميركل. أيضا عندنا موضوع آخر أصدقائي حول المظاهرات الكبيرة التي خرجت يوم أمس في ألمانيا، وخرجت في مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية مطالبة بإنهاء الوضع ومتهمة الحكومات بمحاولة استغلال كورونا للسيطرة على الشعب. وفي الأخير سوف ندخل إلى فضيحة كبيرة وأرقام مخيفة أصدقائي لعدد من الأطباء يعملون كأطباء وهم ليست عندهم نهائيا أي شهادة طبية ومحاكمة طبيبة، وكم شخص توفي على أيديها أصدقائي. سنبدأ في البداية أصدقائي بالحالات. سجلت في 24 ساعة الأخيرة 13733 حالة، وتوفي 99 شخصا، بذلك يصل عدد الحالات الجديدة لكل 100,000 نسمة هو 103 أصدقائي، وهو عدد كبير. الحالات الإجمالية في ألمانيا منذ بداية الوباء هي 2,669,233، شفي من بينهم 2,419,300، وتوفي 74,707. بداية الشهر المقبل الشهر الرابع تبدأ عطلة أوستان أصدقائي. الحكومة الألمانية قلقة من إقدام سكان ألمانيا على السفر في عطلة أوستان أعياد الفصح أصدقائي. السيد شولتز وهو وزير المالية يحذر سكان ألمانيا من السفر إلى تركيا أو حتى إلى جزر مايوركا الإسبانية أو السفر إلى أي دولة أخرى، لأن السفر سوف يكون سبباً في جلب العدوى مجددا إلى ألمانيا وارتفاع الحالات مجددا في الشهر الرابع، وسوف يدعم الموجة الثالثة التي بدأت ترتفع. وقال هذا الأمر سوف يهدد عطلتنا الصيفية. إذن السيد شولتز وزير المالية وأيضا مرشح حزب SPD الاشتراكي لمنصب مستشار ألمانيا ويرغب أن يصبح خليفة ميركل، يقول لسكان ألمانيا لا تسافروا خارج ألمانيا وابقوا داخل ألمانيا ولا تسافروا ولا تتحركوا كثيرا. نفس الشيء تكلم عليه السيد زودا وهو رئيس مقاطعة بايرن. السيد زودا هو الآن يعني حتى أصبح محبوب الجماهير في المقاطعة، وأيضا محبوب الجماهير في أحزاب CDU/CSU، يعني هم يفضلون السيد زودا كي يكون مرشحا لمنصب المستشار الألمانية أكثر من السيد لاشيت، يعني عنده حظوظ كبيرة لكي يصبح هو خليفة السيدة ميركل. يعني السيد زودا عنده سياسة أيضا حذرة، ونعرف بأنه جزيرة مايوركا الإسبانية التي يحبها الألمان، حتى أنه بعض الألمان كمزاح عندما تتكلم معهم على جزيرة مايوركا الإسبانية يقول لك بأنه هي المقاطعة 17 لألمانيا، طبعا كمزاح، مايوركا تابعة إلى إسبانيا، لكن هكذا يمزحون أصدقائي. نعرف بأن ألمانيا قالت بأن مايوركا لم تعد منطقة غير آمنة ويمكن السفر إليها، ومن سافر إليها ورجع فلا يحتاج إلى أن يدخل إلى الحجر الصحي ولا يحتاج إلى أن يعمل فحصا سلبيا. هذا الأمر أغضب السيد زودا وقال لا يمكن القبول بهذا الأمر، لأنه الآن كثير من الناس سوف يسافرون إلى مايوركا يحصلون على العدوى ويجلبونها إلى ألمانيا، وبدأ يضغط ويضغط ويقول يجب أن نفرض على كل من سافر إلى مايوركا ورجع بأن يعمل فحصا سلبيا لكورونا أو الدخول إلى الحجر الصحي. هذه مقترحات من عند السيد زودا لم يتم العمل بها بعد.
الآن أصدقائي سنمر إلى موضوع المحلات. قلق كبير بخصوص المحلات الألمانية خوفا من الرجوع مجددا إلى الغلق الكامل. المحلات جد خائفة وقلقة من مصيبة الإفلاس والخسائر المستمرة التي تتسبب لها الآن بسبب طول الغلق وسياسة افتح اغلق افتح اغلق. غدا يوجد اجتماع جد مهم للسيدة ميركل ورؤساء وزراء المقاطعات الألمانية 16، وسوف يتم تحديد مصير المحلات. نعرف بأنه مقاطعة هامبورغ أعلنت غلق المحلات وأيضا إنهاء ما يسمى الحجز بالهاتف والذهاب إلى التسوق. هذا الأمر أيضا أغلق في مدينة هامبورغ، وهذا الأمر أقلق جدا المحلات في باقي المقاطعات الألمانية، وقالوا نحن لا ذنب لنا في ارتفاع الحالات، وليست المحلات هي المتسببة في ارتفاع الحالات، ولا تحرمونا حتى من هذا الأمر الخاص بالحجز قبل التسوق، كنا نستفاد منه شيئا ما. هذا الأمر أغضب مجموعة أيضا من المحلات، محلات تيدي، كيك، تاكو، وتاليا إلى آخره. كتبوا رسالة إلى السيدة ميركل ويتكلمون على معاناتهم وعلى خطورة الوضع بالنسبة لبقائهم في الوجود إذا استمر الغلق، أو تم يوم غد الاثنين الإعلان على غلق المحلات. وأعطوا مثالا وقالوا ليست المحلات هي السبب في انتشار الحالات حاليا. أعطوا مثالا بمدينة هانوفر. هانوفر هي عاصمة مقاطعة نيدرساكسن. قالوا في هانوفر المحلات أصلا كانت مغلقة ولم تفتح أصلا، ورغم ذلك ارتفعت الحالات. أيضا أعطوا مثالا بمقاطعة تيورينغن. قالوا مقاطعة تيورينغن أصلا لم تفتح فيها المحلات وأيضا ارتفعت الحالات. إذن يا حكومة ألمانيا، يا مقاطعات ألمانيا، ليست المحلات هي السبب في ارتفاع الحالات. إذن هم يطالبون بأنه لا تكون هناك قوانين متشددة بخصوص المحلات يوم غد أصدقائي. لكن هناك جديد من مقاطعة غاينلاند بفالس. غاينلاند بفالس سمحت للمناطق التي فيها الحالات نازلة ولا تفوق 100 حالة لكل 100,000 نسمة، في غاينلاند بفالس سوف يفتح أو تفتح المطاعم أوسن غاسترونومي. أوسن غاسترونومي يعني يمكن الأكل في المطاعم في الهواء الطلق. سوف تفتح المطاعم أو الغاسترونومي يعني أيضا الكافي، المقاهي إلى آخره، سوف تفتح في بعض المناطق بالمقاطعة. وهذه خطوة جديدة أقدمت عليها السيدة مالودغايا حاكمة المقاطعة. خرجت يوم أمس مظاهرات كبيرة ومتعددة في مدن أوروبية كبيرة أصدقائي، من بينها أيضا العاصمة البريطانية لندن. ونتكلم الآن على ألمانيا. في ألمانيا خرجت مظاهرة كبيرة في مدينة كاسل التي توجد بمقاطعة هيسن. عدد كبير أيضا من الأصدقاء الذين يعيشون في كاسل كانوا اليوم أمس يكتبون لي في التعليقات: مارو، ماذا يحصل في كاسل؟ ما يحصل في كاسل أصدقائي هو خروج مظاهرة، عدد الناس الذين خرجوا أكثر من 20,000 شخص، منددين بقوانين كورونا ورافضين لقوانين كورونا، ويطالبون الحكومات أو الحكومة الألمانية والحكومات العالمية بإنهاء الغلق، إعادة فتح الحياة، إنهاء لبس الكمامة، إنهاء التباعد الاجتماعي، ويتهمون الحكومات بأنها تسن هذه القوانين أو تعمل هذه القوانين أو تستغل كورونا من أجل السيطرة على الشعوب حسب رأيهم أصدقائي. حسب الشرطة الألمانية لم يحترموا القوانين، لم يلبسوا الكمامة، ولم يحترموا التباعد الاجتماعي، وحصلت مناوشات مع البعض أصدقائي، وأيضا اعتقالات من عند الشرطة الألمانية. المظاهرات خرجت أيضا في بعض الدول مثل كرواتيا، رومانيا، صربيا وسويسرا أصدقائي. الآن سوف نمر إلى آخر موضوع، إحصائية صادمة. حسب آخر إحصائية، كل سنة يتم كشف 12 طبيبا مزورا لشهادته في ألمانيا. هو ليس طبيب، زور الشهادة ويعمل كطبيب. منذ 2014 إلى اليوم
توصلوا إلى 62 طبيب وطبيبة ادعوا بأنهم أطباء وعملوا في مستشفيات أو عيادات طبية، وهم في الحقيقة لم يسبق لهم دراسة الطب. بسبب هذه الإحصائيات هو بداية محاكمة لنصابة اسمها هايك، عملت 3 سنوات كطبيبة تخدير بالمستشفى وشاركت في 500 عملية جراحية، وتوفي بسبب عدم معرفتها بالطب ودخولها إلى هذا المجال دون دراسة. 5 أشخاص للأسف و12 شخصا جروحهم خطيرة. كيف دخلت إلى الطب؟ بطريقة يعني لا أعرف كيف لم تتوصل لها المستشفى ولم يدققوا فيها عندما أرسلت لهم طلب العمل. زورت الشهادة في الكمبيوتر ببرامج بسيطة بالفوتوشوب، زورت الشهادة أصدقائي. الآن بدأت محاكمتها بتهمة قتل 5 أشخاص أصدقائي، ويقولون بأنه ممكن أنه ما زال بعض من الأشخاص الذين يعملون في مهنة الطب وهم ليست لهم علاقة بالطب ولم يدرسوه بتاتا وأبدا. مع احترامنا بطبيعة الحال إلى جميع الأطباء والطبيبات الذين يعملون بجهد من أجل إنقاذ الأرواح، لكن للأسف هناك بعض النصابة والدخيلين إلى هذه المهنة ويجب كشفهم بأسرع وقت من أجل سلامة الناس وعدم تشويه سمعة الطبيبات والأطباء الناس الأكفاء الذين يعملون من أجل إنقاذ أرواح الناس. كانت هذه آخر أخبار ألمانيا. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.